الأحمر زر الاشتراك. هذه أول حلقة لشهر فبراير، وزي ما شفت من العنوان رياضة هالأسبوع يوغا. لليوغا واليوغيز عالم ثاني خاص فيهم. اليوغا رياضة عريقة أصلها ديني. تلاقي عادة اليوغيز ناس بسطاء، أقرب ما يكونوا للزهد، متواضعين، محافظين على البيئة، نباتيين، هادئين. بامزح. اليوغا مناسبة لكل الأعمار ولكل الظروف، للحوامل، للرياضيين، للمراهقين، لكبار السن، وذلك لتعدد أنواعها. في كثير من الأبحاث والدراسات أثبتت كفاءة اليوغا في علاج آلام الظهر وآلام المفاصل وتخفيف آلام الولادة وتقوية التوافق العصبي العضلي. تحت صندوق الوصف راح أحط لكم عناوين بهالأبحاث للمهتمين يطلعوا عليها. نجي لكلمات الأسبوع. صراحة لليوغا مصطلحات مرة كثير ممكن يسووا لهم معجم لحالهم. اخترت لكم الجورو اللي هو المعلم، الأوجاي اللي هو التنفس العميق اللي يكون بصوت يشبه صوت البحر، سفاشنا اللي هي وضعية الاسترخاء والاستسلام بسلام، ناماستي وهي عبارة عن شكرا بالكثير من التقدير والامتنان. ولليوغا أيضا وضعيات كثيرة ولكل منها فيها مسمى. من أشهر الوضعيات اللي فيها الشايلد بوز، الكات بوز، والدوغ داون، والأب بوز. في وضعيات مرة 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 كثيرة، راح أحط لكم تحت في صندوق الوصف رابط للوضعيات المختلفة. في أنواع مرة كثير لليوغا، أشهرها الباور يوغا وهي أقرب ما تكون للكارديو، أشتانجا يوغا وهي تشتغل على التوافق العقلي العصبي واللي نشوف منها الحركات والوضعيات اللي تشبه الحركات البهلوانية، أيجنجر وهي تعتمد أكثر حاجة على الاسترخاء والمرونة. زي ما قلت لكم اليوغا عالم وبحر خاص. أنا حاولت أقرب لكم المفاهيم من وجهة نظر غير محترفة. أتوقع لأن هي كفاية كلام، تعالوا نشوف الفلوك. السلام عليكم. صوت فريد ومائي. المهم اليوم وهذه اللحظة هتسوي إن شاء الله يوغا. أنا مرة أحب اليوغا ولي ذكريات معها. اليوغا أول نوع رياضة بدأته في حياتي. صار لي فترة والله ما سويت يوغا. إيش الفورم حق اليوم ما أعرف. خلينا نشوف. Someone should go for yoga. Great way to heal and prevent injury if you're somebody that, say, is a runner or an athlete. It's also something that can stand on its own as well. So you can either do it in conjunction with other physical activity or you can do it on its own. Because of the fact that it's incorporating not just flexibility but also strength, you're using your body weight a lot of times to do different strength-based exercises. And you even can get some cardiovascular training in there if you're doing some of the different power yoga where your heart rate is getting up. How necessary someone should be observed by a professional to do yoga for the first time? A lot of the training that we have as yoga instructors is helping people understand how to utilize their body in a way to be in proper alignment. So that also can help enhance the benefit of the activity as well as preventing any injury. Who should be avoiding? I think one of the things I find that's really fascinating is sometimes people will say to me, well, I can't practice yoga because I'm not flexible. And I always think that's kind of funny because the reason why we want to practice
There are so many different styles of yoga. Yes. The one that we're going to be practicing today is a combination of what's called Ashtanga yoga and Iyengar yoga. What attire to wear when we're doing yoga? Essentially, with yoga, you'll see that a lot of people will wear a more tight-fitting shirt and tight-fitting pants. And the reason why is because we do different poses where, like a downward dog, where you're going to be kind of an upside-down position. And so if you have a t-shirt or really baggy clothing, it can be really distracting and it kind of falls all over the place. So there is a reason why we wear the tighter clothing. وما أعرف أنا لوحدي اللي صار لي كده بعد اليوغا حتى لو كانت انتنس أحس أبغى أنا ممكن عشان ال الستريتشز اللي نسويها في النهاية وكده بس هذا كان على فكرة في مقاطع مرة كثير حذفتها من الفلوق والسبب إني ما كنت لابسة الملابس المناسبة لليوغا إن شاء الله في حلقات جاية راح أنزل لكم شرح مفصل عن الملابس المناسبة لليوغا زي ما شفتوا ما تحتاجوا الكثير من الأدوات ممكن حتى تبتدي بالمنشفة اللي عندك في الدولاب كل اللي تحتاجيه جسمك والتركيز على التنفس والمرونة راح تجي مع الاستمرارية شخصيا أسوي يوغا قبل ما أنام أو لما أصحى من النوم والمات دائما مفرودة يعني ما في أي عذر لكم ما تشاركون تجاربكم مع اليوغا على هاشتاغ فيت فطوم يوغا سواء على إنستغرام أو تويتر لا تنسوا لايك إذا عجبتكم الحلقة وتشاركوا الحلقة مع صحباتكم البنات عشان يستفيدوا زيكم وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بتحديات الأسبوع الجاي تابعوني على سناب شات وتويتر وإنستغرام أشوفكم في الحلقة الجاية نامستي